السيدة تقول: توجد بقايا من العجين تحت أظافري بعد الوضوء، هل هذا من نواقض الوضوء؟ يعني توجب علي أن أعيده أو أن أقضي الصلاة التي صليتها بهذا الوضوء؟ أنا أريد أن يعني أفرق، لعل التعبير السائل غير دقيق، تعبير السائل أو السائل غير دقيق. نواقض الوضوء الحدث، الخروج ما أخرج من السبيلين من القبل والدبر، البول والغائط والريح، لكن لعلها تقصد هل الوضوء لم يكتمل لأن جزءا من أعضائه لم يغسل، وهو لظافر مما يغسل في الوضوء، فكعلها تقول إذا وجد تحتها عجين هل هذا يكون مانعا من استكمال غسل الأظافر، وهي جزء من غسل اليد وغسل اليد من أعضاء الوضوء؟ لعل هذا هو سؤالها. نقول لها: يا رعاك الله، لا يضرك ما تحت الأظفار من اليسير من بقايا العجين، لأن المقصود غسل ظاهرها وليس استقصاء غسل باطنها، ولأن هذا من اليسير المعفو عنه، إلا إذا تجاوز ذلك إلى رأس الإصبع فغطى جزءا منه. إذا هذا العجين طلع لبرا وغطى جزء من رأس الإصبع، يبقى مش قضية الظفر بقى، ده قضية رأس الإصبع نفسه هو الذي غطي. ذهب كثير من أهل العلم إلى أن ما تحت الأظفار معفو عنه ما لم يخرج عن المعتاد بتجاوزه إلى رأس الإصبع. في نظم نوازل العلوي الشنقيطي: وليس فيما تحت الظفر من حرج إلا إذا عن رأس إصبع خرج. وأيضا يقول: نعم، ووسخ الأظفار إن تركته فما عليك حرج أو زلته. والحنابلة يقولون إن مثل هذا الوسخ لا يضر، وهذا في الروض المربع وغيره. الحطاب المالكي يقول: سئل السيوري: هل يلزم زوال وسخ الأظفار في الوضوء؟ فأجاب: لا تعلق قلبك بهذا إن أطعتني، إن سمعت كلامي لا تعلق قلبك بهذا إن أطعتني واترك الوسواس واسلك ما عليه جمهور السلف الصالح تسلم. يعني البرزيل يقول أراد أن الذي عليه السلف ترك هذا التعمد.